السلام الرياض، كي دير لاباس عليكم؟ بخيرين، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم مصطفى بيش كازا، واليوم ان شاء الله فيديو جديد خاص بنا ديال السيرف كاستينغ. عندنا الاخوان ثلاثه ديال لي كومبو من اصعب لي كومبو اللي عندي الاخوان، مليح الاخوان غيكون في بروموسيون جد مناسب بالنسبه للناس اللي باغي يبداو وبالنسبه للناس اللي ديجا بادين وبغاو لا كان دوزيام كان. هادشي اللي كاين الاخوان، دوزو الطابله. رغم الاخوان، اول كومبو اللي هو هذا كان كوبرا 400 ونص اكسترا كما كتشوف مع الاخوان، لا كاري هادي لا كان مليحه وزوينه والثمن فيها ان شاء الله غيكون جد مناسب كما كتشوفوا معنا. لا كان كوبرا اخوان، لا كان كتجينا ب 400 ونص، يعني تقول 450 400 ونص. لي زانو كيجيو لي زانو سيك ماشي عاديين ديال البلاستيك كما تشوفوا معنا. بالنسبه للاخوان لاكسو كتجينا 100 250 غرام، يعني قوه التحمل ديال القصبه 100 250 غرام. هادشي اللي كاين. غيجي معنا ان شاء الله تعالى موليني كوبرا 8000 جبوبينات، المهم الفار هو هذا. شوف كي غيجي معنا ان شاء الله تعالى شويه، انا في الفيديو غنزربو شويه باش نحاول ناكل الاخوان ديطاي ديال ديطاي. هادي هي لاكال المهم اللي معاه هو هذا كوبرا ويمين 8000، غيكون فيه ان شاء الله واحد الثمن اللي مناسب. بالنسبه للمولين غيكون فيه ان شاء الله جبوبينات، ولا نقول لكم شحال كيزيد الخيط مكاينش مشكل. كما كتشوفوا معنا المولين جا مع لاكال فامو بارك مليح كما كتشوفوا معنا، يعني جا زوين. بالنسبه للمولين الاخوان ديجا دوزناه، راه كاين في 40 شي 240 ولا 260 ديال الميطاج ديال السبيب. بالنسبه لل 50 كيس في 180، بالنسبه لل 60 كيس في 125. الوغ بالنسبه للناس اللي باغي يبداو، راه خدامين مع الكومبو رخيص والثمن فيه جيز مناسب. واش تخفى راه خفيف الاخوان، يعني كسبا مولين راه خفاف هانتوما كما كتشوفوا معنا، كسبا راه خفيفه ما كاينش تقول لك تعرفوا. هادشي اللي كاين الاخوان. ثاني كومبو اللي هو هذا، عندنا لاكان كوبرا عاوتاني من لا مارك المليحه كوبرا اكسترا تايا اولمبيوس كما كتشوف معنا. لي زانو فيها لي زانو سبيسيال اللي خدامه لاقريس، اللي خدامه لاقريس اخوان، خدامه لاقريس. لاكسو الاخوان كتجينا ب 250 غرام، لاكسو 250 غرام، طول 400 ونص، قصبه كتجي 3 بيس. شفت معايا واحد الشده كيدير اللهم بارك، واحد الطالون كيفاش داير، يعني خدمه مكينيه بزاف الاخوان. اللي بغا يكسب اللي بغا يكسب قصبه مليحه الاخوان ديالي. غنشوفوا المولين اللي غيجي معنا ان شاء الله كيفاش داير. مولين الكوبرا 9000 الشهير معروف هاد الاخوان، اكثر مبيعا عند هاد الموليني، اللهم بارك موليني مليح. غنشوفو الاونسومبل كيفاش كي غيجي، او كومبو كيفاش غادي يجي الاخوان. كما كتشوف معنا لاكان الموليني كيجيو بحال هكا، يعني موليني زوين اللهم بارك، خفيف كما كتشوفو معنا. انتوما نورو شويه، يعني موليني خفيف بزاف الاخوان، راه فيه تقريبا شي 7 طلونات ولا 8، نتاكد لكم منهم. الوغ الاخوان بالنسبه للسبيب شحال كيزن الاخوان هاد الموليني، الناس كتبغي تخيط بزاف، 40 كتهز فيه 360، 40 كتهز فيه، حنا كندوكو الاخوان اللي ما عارفين السبيب، السعه ديال البوبينه شحال كتهز، 40 كتهز فيه 360، بالنسبه لل 45 كتهز فيه 280 الى اخره، وني خفيف مليح، كومبو غيبقى الثمن جد مناسب، الاخوان باش نقول لكم كومبو او بروموسيون، راه ديما الثمن تيكون طايح لنا بالنسبه للبارابول القصبه وحده والمولين وحده. الوغ الاخوان، هاد الكومبو غيبقى الثمن ديالو 800 درهم هناك. هذا هو الثمن ديالو، يعني الكومبو غيبقى الثمن ديالو ب 800 درهم، الوغ الاول 550، الثاني 800 درهم، مع ثالث كومبو اللي هو هذا. أول مرة غندير كومبو في هاد لاكان إخوان، لاكان مليحة إخوان مجربة، وتا هي عندي بحالة، غتشوفوا إن شاء الله في مصايدها عندي، أشحال غير حيت شحال ما خرجت صايد بصورة خاصة، شتي علاش ما كتبانش لكم عندي في الفيديوهات، هادشي اللي كاين. لاكان أمور من إخوان كما كتشوفوا معنا، لاكان مليحة، زوينة، بالنسبة للخف الإخوان، خفيفة بزاف لاكان، بحال الريشة الإخوان. شوف واحد الشده فيها كيدير اللهم بارك، حتى هي زوينه مخدومه فينيا. وبالنسبه للحاجه اللي زوينه في هذا لاكان هادي، لي زانو اللي فيها فوجي الاخوان، ماشي لي زانو عاديين، لي زانو فوجي، ما كاينش شويه الغبره. المهم بالنسبه لي زانو ها هما فوكاليز كاع، يعني لي زانو اخوان فوجي ماشي عاديين. لاكان هيبريد كتجي، يعني لاكان مليحه زوينه ان شاء الله تعالى. غندير مع مولين كوبرا 10000، حاولنا كل حاجه نجيبو اصورتي مع لاكان مولين مع لاكان ديالو. هادشي اللي كاين. الوغ اخوان، المولين اللي غيكون معاه هو هذا، وغنقول لكم في الاخر ديال الفيديو ضروري. المولين هو هذا كوبرا 10000 مليح، كيجينا بثلاثة ديال البوبينات، جوج جرافيت ووحدة ألمنيوم كما كتشوفوا معنا. بالنسبة للاخوان حتى هو غادي يركبو ونشوف كيفاش غادي يجي، حتى الناس كيبغيو يشوفوا هاد الشوكة كيفاش غادي يجي المولين مع لاكان ديالو. هادشي اللي كاين. هاو المولين الله يبارك. احنا ما كنحط لكمش الباك، كنحط لكم الاخوان، كنحاول نقول هادشي اصورتي، حاجة جمع حاجة. المولين الاخوان خفيف بزاف، حتى القصبة تاهي خفيفة والله داريجها،
والانسان الناس كيساقوا بالنسبه راه يعرفوا شنو هي عارف معروفه طاموري ما عرف جمارك باش عارفوا شنو كاين هادشي اللي كاين بالنسبه لاخوان المورين قراو لي زانفورماسيون ديالو المورين راه هو الاخوان ندوروه تيبي 10000 بالنسبه للسبيب الاخوان 40 اللهم بارك كيسبي 500 متر يعني هذا 40 يهز لك بوبينه كامله 500 متر بالنسبه لل 50 تقريبا كيجي 420 الى اخره 60 كيجي حتى هو شي 280 الى اخره المورين كي يقوم بكتبوا بيناش يعني هاد الكسبه وهاد الموني غيبقى واحد الثمن تا هو دام الثمن جد مناسب شحال من الثمن ديالو يبقى 1150 درهم ومن الاخوان اللي بغى شي باك نذكروا بالاثمنة عاوتاني باش منغطوش الريات ديالنا الباك الاول اللي هو هذا الثمن ديالو غيبقى 550 درهم والباك الثاني الاخوان اللي هو هذا الثمن ديالو غيبقى 800 درهم والباك الثالث الاخوان اللي هو هذا غيبقى الثمن ديالو 1150 درهم لي باك ديال صرف كاسينغ 100% شي حاجه مليحه كله على حسب السقاعه ديالو كله يجيبو هادشي اللي كاين اللي بغا شي حاجه الاخوان خلي لي مدار التليفون ديالي فوق هاد الفيديو هذا ودير الواتساب اللي يعرف يقرا السميه يسيط لي يجاوب على الثمن مرحبا نذكرو بالثمن ما كاينش مشكل اللي ما عرفش غيسكريني ويا خويا مصطفى بغيت الباك ديك الساعه يكون خير ان شاء الله تعالى غادي غنودعكم الاخوان نقول لكم كان معكم اخوكم مصطفى بيش كازا حياتي مع السلامه الجميع